يقوم بحصتنا من سحر وترويج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد أرواحي تعال تعالي 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 عودوا صفقوا عليها أحبائي برافو برافو. إذن أحبائي مرحبا بكم في حصتكم مع عمو يزيد وأنتم يا أحبائي لكم تشوفوا فينا وحبيتوا تحضروا معنا ما عليكم إلى توجهوا الموقع الإنترنت عمويزيد.com للمشاركة بهذا الطريق. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن أحبائي لما تشاركوا للحضور في حصتكم مع عمو يزيد عليكم بشوية على الصبر لأن التسجيلات كثيرة وعمو يزيد حاب يستضيفكم كامل كما راكم. أحبائي راكم تشوفوا اليوم معنا أصدقاء، هاد الأصدقاء ما راهمش هنا هكذاك برك لأنه اليوم في هذا الفترة هذه كاين اليوم العالمي للبراي، يوم 4 يناير اليوم العالمي للبراي. تعرفوا البراي يا أحبائي؟ نعم. البراي هو الطريقة اللي يكتبوا بها ويقرأوا بها المكفوفين أصدقائنا، على بالكم؟ نعم. نسقسوا لدية، تعالي بنتي روحي بنتي روحي بنتي روحي قدامي هنا هكذا. إذن لدية واش راكي بنتي لاباس؟ لاباس. كيف فرحانة لك هنا؟ إيه حنا ترينا فرحانين بك. وين تقراي بنتي؟ مدرسة العاشور للمكفوفين؟ إيه. الله يبارك، واش مسانة تقراي بنتي؟ الثالثة. ثالثة وتقراي مليح؟ تقراي بالبراي؟ إيه. إذا أحبائي البراي هي الطريقة اللي يكتبوا بها ويقراوا بها أصدقائنا المكفوفين باش هما ثاني يكون عندهم حق وحد باش يقراوا العلم. عبركم بلي العلم واجب كل إنسان لازم نقراوا يا أخي ليديا. إيه. إذا شوفوا ليديا من المكفوفين وتقرا بنتي، أنتم ثاني أحبائي لازم تقراو يا اخي. برافو، تفضلي ليديا بنتي هيا نقعدك هنا اسني تشوف هكذا هكذا شويه هنا فوالا غير بالعقل. برافو برافو ليديا برافو، شاطره بنتي شاطره شاطره. اذا وانت بنتي واسمك بنتي؟ احسان. واسمك؟ احسان. احسان وقفي تشوف بنتي باش تباني الشابه 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 في الكاميرا. احسان بنتي شحال في عمرك يا احسان؟ في عمري 9 سنين. 9 سنين تقراي بنتي؟ نقرا. تقراي في العاشور تاني؟ في المدرسة تاع المكفوفين؟ نعم. تقراو بالبراي؟ نعم. تحبي تقراي طالعي وكامل؟ نعم. برافو 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 بنتي برافو. هيا عمو يزيد يقعدك هكذا هاي لك هنا فوالا. برافو 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 برافو. كذلك معنا شاطرين تاني، واسمك بنتي؟ مريم قاسم. مريم وين تقراي مريم؟ في مدرسة العاشور. مدرسة العاشور كذلك؟ نعم. واش مسنة تقراي؟ ثالثة ابتدائي. ثالثة ابتدائي تحبي تقراي؟ نعم. هاي برافو برافو برافو. إذن أحبائي بمناسبة اليوم العالمي للبراي نستقبلوا أصدقائنا الأطفال. أنا بغيت نتكلم تاني مع بشرة، خلينا نهضر شوية مع بشرة صديقتي. واش راكي بشرة؟ لاباس. لاباس بنتي واش مسنة تقراي بشرة؟ سنة ثالثة. سنة ثالثة تحبي تقراي؟ إي. هاي برافو برافو بنتي برافو برافو. واسمك بنتي؟ لينا. لينا وين تقراي لينا؟ في مدرسة العاشور. مدرسة العاشور كذلك؟ نعم. الله يبارك الله يبارك. عمو يزيد راهو فرحان بزاف لكم معنا اليوم هنا، انتم راكم فرحانين. جوزي سيزيام. جوزي سيزيام. الله يبارك، كل التوفيق بنتي كل التوفيق ان شاء الله. اذا احبائي اصدقائنا الاطفال باش تشوفوا طلب العلم ما عندوش حدود، يعني الإنسان مهما يكون مريض مهما يكون في المستشفى ولكن العلم يا أخي. أحبائي نعم. تعطوا وعد لعمو يزيد للمثابرة في الدروس يا أخي. نعم. واش رأيكم دركا نستقبلوا صهيب اللي يجيب لنا بريد أصدقائنا الأطفال؟ إذا استقبلوا معايا صهيب. تعال صهيب تعال تعال ولدي. مساء الخير يا أستاذ. مرحبا. تحية تحية لصهيب. تحية. واش راك صهيب؟
لاباس؟ جبتنا البريد؟ نعم. إذا نضعه في علبة البريد باش من بعد عمو يزيد يقرأ لكم هذا البريد هنا، وانتم يا أحبائي إلا حبيتوا عمو يزيد يقرأ البريد تاعكم، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الإنترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. شكرا شكرا صهيب، شكرا شكرا أحبائي. كذلك في هذه الفترة، هذه يوم أول يناير، كاين اليوم العالمي للمجال العام، لا جورني مونديال دو دومين بوبليك. على بالكم يا احبائي باللي كل ما هو ابداع وكامل هو يسموه لو دومين بروتيجي، يعني المجال المحفوظ، يعني كما تعرفوا حقوق المؤلف والتاليف تسمعوا بهم، يعني ما شفتوش مثلا في اي عمل يقول لك جميع الحقوق محفوظه. شوفوا هذه العباره، هذه يعني هذه الحقوق محفوظة، يعني الإنسان اللي دار هذا الإبداع كامل هو اللي تلقى الحقوق. ولكن كاين المجال العام لو دومين بوبليك. هذا لو دومين بوبليك واش هو؟ أنه القوانين اللي داروها الناس وكامل يعني بالخبرة وكامل باش ما يمنعوش الناس من استعمال هذه الأعمال بعد وفاة الناس اللي داروا هذه الأعمال، يقدروا كي توفوا حسب الدول وحسب القوانين يقدروا ان اولادهم وكامل يستفيدوا من هذه الحقوق لمده 100 سنه. ولكن بعد مرور 100 سنه يصبح مجال عام، يعني دومين بوبليك، يعني اي واحد يقدر يستعمل هذه الاعمال. لذا كاين اليوم العالمي في اول جانفي، هو اليوم العالمي للمجال العام باش نعرفوا واش هي الحاجه اللي راهي في المجال العام ولا في المجال المحفوظ، يعني دومين بوبليك ودومين بروتيجي. لانه كي تكون حاجه محفوظه يعني كاين حقوق لازمها تروح لناسها. يا اخي تحبوا الأسئلة؟ نعم. والهدايا؟ نعم. نعم، على بالي تحبوا الهدايا. أنا ثاني نحب أنا نشوف كاين واحد الهدايا راهم يدوروا هنا وكامل وكامل. تعال وليدي، تعال تعال تعال. واسمك وليدي؟ اسمي أصيل. أصيل، وين تكون أصيل؟ نسكن في مليانة. في مليانة، يا سلام، مدينة حب الملوك. ها؟ إيه. الله يبارك. وين جبت لنا أصيل؟ وش هو هذا؟ حب الملوك. حب الملوك؟ اوه انا هدرت برك على بالك، والله ما كان على بالي يجيب لي حب الملوك. الله، يا سلام يا سلام على حب الملوك تاع مدينة. مشهورين به مليانه. مشهوره به مليانه بالضبط، كاين ما عيد حب الملوك، يعني لا فات دي سوريز. اوه بوسني بوسني بوسني. اوه هذا حب الملوك من بعد مع الطاقم كامل رايحين ناكلوه كامل كامل كامل. إذن بوبي احتفظنا بهذا حب الملوك، بالك تاكلوا كامل. لا خلينا شويه، خلينا شويه، قولوا له تعال وليدي تعال، انا نشوف الهدايا هنايا. تعال وليدي، روح اروح وليدي. واسمك؟ رسيم. رسيم، وين تسكن رسيم؟ في مليانة. مليانة اخوك هذا؟ ايه. اللي جاب لي الهدية، الله يبارك. واش جبت لي وليدي رسيم؟ واش هو هذا؟ هدية ثاني؟ ايه. اوه خصنا نشوفوا الهدية تاع راسي. واو 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 واو، شحال جميلة الهدية. هذه الصور قديمة لمدينة مليانة. مدينة مليانة الجميلة الجميلة، عمو يزيد يحبها بزاف هذه المدينة، مشهورة جدا والجميلة. رحتوا المليانة ولا عمركم؟ نعم. اللي ما راحش المليانة لازم يروح يا أخي، يبوس عمو يزيد. برافو برافو وليدي، برافو، شكرا 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 شكرا. إذا حنا نحتفظوا بهذه الهدايا اللي يجيبوهم لنا أصدقائنا الأطفال. شكرا ولادي، عمو يزيد دائما دائما هاد الانتباهات تاعكم وهاد الهدايا هذه تقيسوا بزاف بزاف يا أخي. سؤال اليوم يقول، عبي تحبوا الأسئلة والهدايا أكثر على بالي. كاين منظمة يا أخي، تعرفوا منظمة الأمم المتحدة وكامل تمثل كاع الدول، كاين منظمة تمثل الدول العربية في المحافل الدولية، منظمة تمثل الدول العربية، ما اسمها؟ ما اسم هذه المنظمة اللي تمثل الدول العربية؟ سهل ولا صعب؟ يلا فكروا لغاية نهاية الحصة، انتم أصدقائنا لم يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا على السؤال بهذه الطريقة. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمو يزيد.com، تضغط على زرار جاوب على اللغز، تملأ الاستمارة.
ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. إذن أحبائي، بعد التفكير رايح أمو يزيد يستنى الأجوبة تاعكم في آخر الحصة. بما أننا في هذه الفترة هذه نحتفل باليوم العالمي للبراي، اللي هي طريقة الكتابة والقراءة عند المكفوفين أصدقائنا، عمو يزيد اليوم حب يدير لكم بحث راح يقدمه لنا عويطية ضياء الدين، هو مكفوف مرحبا به، عن فنانة جزائرية كانت مكفوفة صالحة الصغيرة. إذا ضياء الدين تفضل وليدي. تفضل تفضل. شكرا 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 شكرا. إذا وليدي ضياء الدين، نعم، وين تسكن وليدي؟ في مدينة عنادة. في عين النعجة، الله يبارك. وين تقرا وليدي؟ مدرسة العاشور. مدرسة العاشور، شحال في عمرك؟ 9 سنوات. 9 سنوات، أي سنة تقرا؟ سنة الرابعة. وشاطر في الدراسة؟ نعم. إذا ماذا بينا اليوم باش نكتشفوا مع أصدقائنا الأطفال وكامل هذه الطريقة، هذه هي البراي، كيفاش الأطفال المكفوفين يقراوا ويكتبوا كذلك. إذا ضياء الدين راح يديرنا هذا البحث على الفنانة المرحومة صالحة الصغيرة الجزائرية. تفضل وليدي. أهلا أصدقائي. مرحبا. مرحبا. اليوم سنقدم شخصية صالحة الصغيرة. صالحة الصغيرة اسمها الحقيقي هند زكريا، من مواليد 1943 بمدينة الكاف التونسية القريبة من الحدود الجزائرية بمنطقة واد سوف، وأحبت الغناء والتمثيل منذ صغرها، ودرست الابتدائي في إحدى مدارس المكفوفين، لكن قلبها كان مبصرا عاشقا للجزائر. انتبه إليها الفنان الموسيقار صلاح المهدي في إحدى مدارس المكفوفين، ودفعها للتسجيل في معهد الموسيقى، وتعلمت على يده أصول الغناء والطرب مدة 4 سنوات. عرفها الجمهور الجزائري أثناء فترة استرجاع الاستقلال باسم صالحة الصغيرة، صاحبة الصوت القوي الذي دوى على المسارح، وكانت من بين الذين تعودوا في كثير من المناسبات على الغناء باللغة الفصحى. من أشهر أغانيها الأنشودة الثورية يا ثورة الأحرار، التي غنتها وبرزت من خلالها، وكتب كلماتها حافظ البحيري والحنها تيسير عقله، وتعد من المطربات اللاتي حملن على عاتقهن مسؤولية النهوض بالأغنية الجزائرية بداية من الستينيات، إلى جانب كل من نورة والسيدة سلوى ونادية وأخريات سبقناها، أمثال فضيلة الجزائرية ولطيفة ومريم عابد وثريا. غنت قصائد للشعراء محمد بوزيدي وسليمان جوادي وأبو القاسم خمار ومصطفى عبد الرحمن وأحمد حافظ البحيري وغيرهم، وتعاملت مع ألحان معطي بشير وحداد الجلالي وشريف قرطبي وعبد الوهاب سليم وتيسير عقلة ومحبوبتي وغيرهم. توفيت الفنانة سنة 2003. شكرا شكرا لوليدي ضياء الدين، يعطيك الصحة وليدي. تفضل 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 تفضل. يلا ساعدوه ساعدوه. إذا عمو يزيد لكم أغنية تتغنى بالفعل الحضاري، كيفاش الإنسان لازم يكون عنده أفعال حضارية باش المجتمع يعيش مرتاح. أحبائي يلا تغنوا كامل معايا الفعل الحضاري. إني أوصيك فاسمع، احذر من عمل الشيطان، وعمل أعمالا تنفع فالأخلاق هي العنوان. إني أوصيك فاسمع، احذر من عمل الشيطان، وعمل أعمالا تنفع فالأخلاق هي العنوان. لا تكسر شيئا أو تخلع أو تتعدى على حيوان، لا تؤذي الحرث والزرع واتركه ينمو بأمان،
واتركه ينمو بأمان. لا تكسر شيئا أو تخلع أو تتعدى على حيوان. لا تؤذي الحرث والزرع واتركه ينمو بأمان. واتركه ينمو بأمان. تكفي أوصيك فاسمع، احذر من عمل الشيطان واعمل أعمالا تنفع، فالأخلاق هي العنوان. احذر من تلويث الماء ليصلح للشرب والغسل، واستعمل دوما إناء، ولا تكن طفلا مهمل، ولا تكن طفلا مهمل. احذر من تلويث الماء ليصلح للشرب والغسل، واستعمل دوما إناء، ولا تكن طفلا مهمل، ولا تكن طفلا مهمل. تكفي أوصيك فاسمع، احذر من عمل الشيطان واعمل أعمالا تنفع، فالأخلاق هي العنوان. النفايات لا تلقيها في الشارع أو في الطرقات، فامسكها حتى ترميها في سلات المهملات، في سلات المهملات. النفايات لا تلقيها في الشارع أو في الطرقات، فامسكها حتى ترميها في سلات المهملات، في سلات المهملات. اللي أوصيك فاسمع، احذر من عمل الشيطان واعمل أعمالا تنفع، فالأخلاق هي العنوان. برافو 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 برافو. شكرا أحبائي، شكرا شكرا. التحقوا يلا، التحقوا بالأماكن تاعكم. فوالا برافو برافو. وين كانت قاعدة الشطرة هذه؟ كانت منا؟ ها يا عمو يزيد قاعدها هنا. برافو بنتي، برافو برافو برافو. أحبائي تحبوا ألعاب الخفة؟ يلا نروحوا دركا مع عمو مراد اللي جانا مدينة البليدة في ألعاب الخفة. تفضل عمو مراد. تحية تحية لعمو مراد. برافو. شكرا. برافو برافو. تحيه تحيه لعمو مراد. برافو برافو. تحبوا الحلوى؟ دركا نروحوا نكتشفوا معلومه مع ميليسا في فقره هل تعلم.
تفضلي بنتي ميليسا، تفضلي 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 تفضلي. مرحبا يا أطفال. مرحبا. هل تعلم أن الإحساس بالألم في منطقة الجبين عند تناول أي شيء بارد يعود إلى الأوعية الدموية والشرايين التي تنقل الدم إلى الدماغ من أسفل الحلق وتذيق بسبب البرودة وتفتح مرة أخرى عند الشعور بالدفء؟ برافو 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 برافو. شكرا ميليسا. على بالكم أحبائي واحد كي يأكل حاجة باردة يجيه وجع هنا في الجبين يا أخي. هذيك الأوعية الدموية تضيق مع البرودة ومن بعد تعود تفتح كي تعود تسخن. إذا شكرا شكرا ميليسا. واش رأيكم أحبائي، تحبوا الحكايات؟ نعم. عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية الرزق الحلال. يلا معايا، تعالوا تعالوا. إذا أحبائي كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية الرزق الحلال. واحد النهار كان واحد الإنسان يخدم راعي غنم عند واحد الغني، ويخدم عنده بدراعه، هو كان قايم له بكل شيء، يخرج الغنم يدخلهم يتهلا فيهم يحسبهم، يعني كان هذاك الغني مرتاح 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 من العمل تاعه. واحد النهار هذاك الغني كان راح يبدل البلد، قال له انا راح نبيع كلش ونروح، ومن بعد جبد دراهم بزاف هكذا، قالوا له دوكا كي نروح معليش نعطي لك شويه دراهم باش تبدا حياه جديده وكامل. واش يقول له هذاك الراعي لانه كان انسان مخلص؟ قالوا لا لا يا سيدي، انا العمل اللي درته معك خلصت فيه، انا كنت تعطي لي حقي، اذا هاد النقود هذه ماهيش من حقي، ما نقدرش نديها. تعجب هذاك الانسان الغني من هذاك الاخلاص والقناعه تاع الانسان الفقير هذاك الراعي، وراح. وهذاك الفقير بقات عنده 5 دراهم دراهمه يعني. ومن بعد كي راح هذاك الغني، هذاك الفقير الراعي قاعد يتمشى، الحق لواحد البلده، صاب واحد الانسان تما، هذا الانسان يدير التجاره، متفاهمين معاه السكان تاع البلده، اللي عنده شويه دراهم يعطيهم له، يعطيهم له يروح يتاجر بهم في بلدان اخرى ويرجع بعد مده 6 شهور بعد سنه بعد سنتين ويرجع لهم بالارباح. يعني كان انسان محل ثقه، يدي هذوك الفلوس النقود ويدير بهم تجاره. هو قال هذه فكره، نعطي له ال5 دنانير اللي راهم عندي باش يروح يدير بهم تجاره، وانا هذوك ال5 دنانير رايح نربح بهم نقود اخرى. اعطى له 5 دنانير، راح هذاك الانسان اللي البلده كلها تعطي له النقود باش يروح يدير تجاره، راح يمشي يمشي يدير تجاره ويمشي، لحق لواحد المدينه صاف فيها واحد القط كبير ياكل بزاف، هذا كي ياكل بزاف كرهوا منه اهل البلده، حبوا يبيعوه، قال لهم بشحال تبيعوه؟ قالوا له 5 دراهم، يعني 5 دنانير نبيعوه. قال لهم بيعوه لي، شراهم ب5 دنانير تاع هذاك الراعي مسكين. وجا كي بدا يمشي في الطريق هكذا، جاز على واحد البلده رافد هذاك القط كبير، أهل البلدة قالوا له من فضلك الفيران كلونا، شحال تبيع لنا هذا القط؟ نعطوك وزنه من ذهب، نعطوك واش تحب، بيعوا لنا برك باش يخلصنا من الفيران كلونا كلش. إذا باعوا دنانير ونقود كثيرة، ورجع لهذيك البلدة، رجع بهذوك النقود لهذاك الراعي مسكين، رجع له قال له هاولك ال5 دنانير تاعك واش جبت لك، وأعطى له نقود كثيرة كثيرة كثيرة. عمو يزيد عمو يزيد، الحكمة التي نستخلصها من هذه القصة هي لما ترضى برزقك يعوضك الله دائما. برافو برافو، تصفيقة تصفيقة على بوبي تصفيقة. أحبائي الإنسان لازم يرضى بالقسم القسمة نتاعو، لأنه الإنسان لما يرضى ربي دائما راح يعوضه. أباكم القناعة كنز لا يفنى، القناعة كنز لا يفنى. يلا معي أصدقائي. إذا شكرا 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 أحبائي، الرزق الحلال مهم جدا أن الواحد يرضى بالقسمة تاعو. بشرة بنتي جبتها هنا باش تقعد معايا، عطونا تحية لبشرة. فوالا بشرة، كنت التقيتها في المستشفى وعدتها بلي تجي تحضر معنا، وكما كان الحال راهي حاضرة معنا اليوم. واش حبيتي تقولي لهم بشرة؟ كيف فرحانة لك هنا اليوم؟ ايه. مع من راكي؟ مع ماما. وشكون جا معك تاني؟ اه مع ماماك.
ايه تحبين ماماك؟ ايه الله يبارك، هي تاني تحبك على بالك؟ ايه الله يبارك. اذا رحبوا ببشرى، رحبوا بها بنتي اللي جت معنا اليوم، اعطونا تحية عليها تاني. هلا اذا صقموا اصدقائنا احبائي، لحقنا دركا الركن النكت. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ شكون اللي عنده نكتة جميلة؟ ليديا عندك نكتة؟ فيفي جيبي ليديا تحكي لنا النكتة. يا الله غير بالعقل. هلا بنتي تعالي تعالي تعالي، برافو، اقعدي بنتي. برافو 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 برافو. قولي لهم اسمك بنتي. ليديا. ليديا ريهام بودرة. اوه اسمك طويل بصح. الله يبارك. شحال في عمرك بنتي؟ 10 سنين. الله يبارك. تقراي في مدرسة تاع العاشور. احكي لنا النكتة تاعك بنتي. قال لك صحفي وصحفية ولدوا طفل وسماوه. ايه؟ سماوه خبر عاجل. خبر عاجل، برافو برافو ليديا. تفضلي بنتي تفضلي تفضلي. فيفي. هاي دوك جيت تاع فيفي توصلك، برافو، شاطرة شاطرة بنتي، شاطرة شاطرة شاطرة. تعال تعال وليدي تعال. اه تعال تعال. اروح اروح. واسمك وليدي؟ اقعد 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 اقعد. تخاف من الزواوج؟ تخاف من الحيوانات؟ لا لا، حيوانات تاع عمو يزيد كاع ما يأذيوش. واسمك وليدي؟ رضوان. رضوان، واش من سنة تقرا رضوان؟ سنة تالتة ابتدائي. شحال في عمرك؟ 8 سنين. شحال حجم معدل رضوان؟ 9.43. 9.43، برافو 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 وليدي، شاطر في الدراسة. الله يبارك. واش عندك وليدي؟ عندك نكتة؟ واش عندك؟ عندي دوفينات. دوفينات يعني لغز. احكيه لنا وليدي. واحد يمشي بكات بات ومن بعد بدو بات ومن بعد بثلاث بات. اه يمشي على اربع رجلين ومن بعد على زوج رجلين ومن بعد على ثلاثة. هذا عرفتوها؟ شكون؟ الانسان. برافو. كي يكون بيبي يكون يحبي على أربعة، ومن بعد كي يكبر بزوج رجلين، بعد كي يكون شيخ بزوج رجلين والعصا ديالو والعصا. برافو برافو رضوان، برافو برافو وليدي، برافو. أروح تعال تعال أروح. واسمك؟ ياسين. ياسين، شحال في عمرك ياسين؟ 5 سنين. 5 سنين وشاطر هكذا ويدك في جيوبك وكامل، شاطر أنت؟ إيه. شحال تحب عمو يزيد؟ بزاف بزاف بزاف. ماما عمو يزيد يحبك. شكون تحب، بابا ولا ماما ولا جدو؟ كاع. كاع. وجدو تحبه بزاف؟ يفشك شويه؟ ما يفشكش؟ ما يشري لك والو؟ سي يشري لك. يخرجك واش يدير لك جدو؟ يديك تحوس؟ ايه. تحبه؟ ايه. هيا برافو 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 ياسين، برافو. تعالي بنتي اروح اروح. واسمك شاطر؟ ابتسام. ابتسام، شحال في عمرك ابتسام؟ 8 سنوات. 8 سنوات، وش سنة تقراي؟ ثانية. ثانية، شاطرة. شحال جبتي معدل؟ ما باليش. واللي فات؟ اللي فات جبت 9.21. الله يبارك، شاطرة شاطرة بنتي شاطرة. وش حبيتي تقولي لنا؟ دوفينات. دوفينات، يعني لغز ثاني، يلا. كبش يمشي ما عندوش ربع رجلين. اه؟ بصح هاد الاخر القطن تاعو يقعدو شناه. كبش ما عندوش ربع رجلين والقطن ديالو كيفاه؟ يقعد. يقعد. يقعد صافي يقعد رجليه وراسو ما يكونوش، وبصح هذاك القطن يكون وشناه. ما عرفتوش انا، وش هي؟ السحاب. السحاب يشبه الكبش، صح، برافو 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 بنتي، برافو برافو. شكون اللي عنده؟ تعال وليدي اروح. تعال تعال يلا، عطوا لها مقعد يتلعب بليلك وبنتي. معلش تعالي تعالي اروح وليدي. واسمك وليدي؟ انس. انس، وين تسكن انس؟ في دار البيضاء. في دار البيضاء. شحال في عمرك؟ 8 سنوات. 8 سنوات. احكي لنا النكته تاعك وليدي. قمرنا الاحمر بيت في القمر. الاحمر مع في القمر بيت في القمر. وش هو هذا؟
هذه لغز هذا، واش هو؟ واش هو الحل تاعو؟ تشينا. تشينا، برافو 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 برافو. شكون عنده نكتة جميلة؟ أروحي بنتي، واسمك؟ رؤيا. رؤيا، وين تسكني رؤيا؟ في بن طلحة. في بن طلحة، شحال في عمرك بنتي؟ ست سنين. ست سنين، احكي لنا النكتة تاعك. واحد نهار كان واحد الطفل يمشي كان بعد تلقى شجرة، كان حب يرتاح، قرصت البعوضة. ايه؟ بعد تلقى راح يجري بس راحت البعوضة. راحت، هي برافو برافو. أحبائي الحقنا دركا الركن الرسائل، عمو يزيد راح يقرأ الرسائل تاع أصدقائنا الأطفال اللي بعتوهم لنا. إذا طاطا فيفي جيبي لنا رسائل أصدقائنا الأطفال باش عمو يزيد يقراهم. وانتم يا أحبائي إذا حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم هنا في البرنامج، ما عليكم إذا ترسلونا عبر موقع الإنترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. شكرا، تحية تحية لطاطا فيفي، تحية. الرسالة الأولى، لخشن إسراء شروق، 5 سنوات، مدينة عين الإبل، مدينة الجلفة الجميلة، برنامج روعة واللي زادوا تحفة عمو يزيد، ربي يوفقك، ومشكورين على إدخال البهجة للأطفال ودمتم سالمين. لخشن إسراء شروق، شكرا بنتي، شكرا شكرا جزيلا. عمو يزيد يحبكم كذلك. أروحي تعالي، هيا اقعدي هنا، هيا اقعدي هنا. إذن الرسالة الموالية، واشن بوحليس ياسمين، أي روحي تلعبي معهم، فوالا. إذن بوحليس ياسمين آية الرحمن، 11 سنة، مدينة قسنطينة، مدينة الجسور المعلقة. أنا ياسمين أريد المشاركة في الحصة وزيارتكم، حصتكم مذهلة، أشكرك يا عمو يزيد وكل الأطفال. إذن بوحليس ياسمين آية الرحمن، شكرا على المراسلة بنتي من قسنطينة، حنا تاني نحبوك نحبوك نحبوك. الرسالة الموالية، بن شيخ محمد زواوي إلياس، 11 سنة، مدينة سيدي بالعباس الجميلة. أنتم مميزون وتعجبنا حصتكم وفرقتكم، برافو. شكرا بن شيخ محمد زواوي إلياس من سيدي بالعباس وليدي، شكرا على المراسلة. الرسالة الموالية، غالي نهاد، 10 سنوات، مدينة ليكاستور، ولاية مستغانم. نشكر عمو يزيد على الحصة، رانا نتبعوها كل أسبوع، نشكركم على كل ما راكم تقدموا للأطفال. أنا غالي نهاد وأختي ريتاج. إذن غالي نهاد، شكرا بنتي مع أختك ريتاج كذلك، إن شاء الله نستضيفكم في الحصة، وعمو يزيد يحتفظ بهذه الرسائل الجميلة هذه. ودركا الحقنا للجواب عن السؤال. أحبائي شكون اللي يعرف المنظمة العالمية اللي تمثل الدول العربية؟ عرفتوها؟ ما هي هذه المنظمة؟ كاين منظمة الأمم المتحدة، كاين والمنظمة اللي تمثل الدول العربية، تعرفوها؟ شو تعرفها؟ تعال ولدي تعال تعال. ضياء الدين الباحث يا أخي، برافو ولدي، برافو برافو برافو. إذن ضياء الدين ولد عند البحث، وشاطر شاطر شاطر على بالي ولدي. واسمها هذه المنظمة؟ جامعة الدول العربية. برافو برافو، تحية تحية تحية. إذن أحبائي جامعة الدول العربية هي الهيئة العالمية اللي تمثل مصالح الدول العربية. اقعد معايا، اعطيه الهدية تاعو، اعطيه الهدية تاعو. اذا ضياء الدين وليدي، تفضل وليدي. شركة شيبس مهبول مع عمو يزيد يعطوك هذه الهدية المتواضعة، ان شاء الله تستفاد بها على شطارتك. تفضل وليدي تفضل. شكرا. العفو العفو وليدي تفضل. يلا نرجعك لمكانك، استنى تشوف، زيد رجع شوية، زيد رجع شوية، برافو. هاي ليك، برافو برافو الشاطر، برافو برافو برافو. أحبائي والآن الحقنا
الركن أنا نحبه، هذا الركن هو عيد الميلاد. في كل حصة نستضيف طفل وطفلة يحتفل بعيد ميلاده في حصة مع أمو يزيد. ويا أحبائي إذا حبيتوا تشاركوا للحضور وتحتفلوا بعيد ميلادكم في الحصة، ما عليكم إلا ترسلونا بخمس قسيمات من علب حليب رامي على عنوان صندوق بريد 42000 سطوالي العاصمة، الرمز البريدي 16062. واليوم معنا عيد ميلاد بودرع ليديا ريهام. أرواحي بنتي 10 سنوات، التحقي بيا، تعالي تعالي وقفي معايا هنا، وقفي معايا، حنا نغنوا الريهام عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو ديالها. يلا معايا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، شمه يا ربي لم يتسالى، وتعيش أيامها أفراح، شمه يا ربي لم يتسالى، وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهل أمراح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوة لك جبناها، وشمعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها، ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها، ليلة حلوة يا محلاها. أجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو، أجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة، سنة حلوة، سنة حلوة. برافو برافو برافو. إذا عمو يزيد يشعل لك الشمعة. ديروا معايا العد التنازلي، 10 9 برافو، طفي لنا الشمعة. برافو 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 برافو. أعطيني الميكرو، أعطيني الميكرو، أعطيني الميكرو. إذا بودرع ليديا بنتي عمو يزيد يعطيك هذه الشهادة، شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. وانتم كامل يا أطفال كل واحد راح يتلقى شهادة باسمه كذكرى لتصوير حصة مع عمو يزيد. إذن صديقتنا كذلك اليوم عيد ميلادها، واسمك بنتي؟ لينا. لينا عيد ميلادك اليوم بنتي؟ عنده بزاف اللي فات، أنا اللي وقتني كنت في السبيطار. اللي كانت في المستشفى وعمو يزيد قلنا لها باش نديروا لها عيد ميلادها ثاني. اعطونا تغنوا كامل معايا. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة، سنة حلوة، سنة حلوة يا جميل. برافو 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 برافو. اعطيه الهدايا تاعهم، اعطيه الهدية الثانية، اعطيه الهدية. إذن ليديا بنتي هذه الهدية تاعك، كما وعدناك شركة رامي تعطيك هدية عيد ميلادك كما وعدناك. وهذه الهدية تاعك بنتي، هذه شركة رامي كذلك تعطيك هدية عيد ميلادك، إن شاء الله تستفادي بها بنتي. إذن وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير، سنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. نحبكم يا أطفال، سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء،
أيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد ننساكم. لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. أون سيت انسكري في سيت تاع عمو يزيد ورانا جينا اليوم بلاطو، جينا الدراري وعجبهم الحال وفرحوا، فرحتونا وفرحوا دراري بزاف بزاف. نشكركم، نشكر عمو يزيد بزاف بزاف. صحة عمو يزيد، صحة عمو يزيد على الحصة، عجبتني بزاف. صحة عمو يزيد، صحة عمو يزيد، صحة عمو يزيد، نحبك ونحبك بزاف. صحة عمو يزيد بزاف بزاف، وكنت نتمنى نجي للحصة ونشكرك على هذه الحصة. ويعطيكم الصحة، ميرسي، ومزيد من النجاح وشكرا. تعالوا هلموا إلينا ضموا مع عمو يزيد.